تمشيطها لحي القابون عثرت قواتنا المسلحة على نفق يعد من أكبر الأنفاق التي تصل ما بين القابون وعددا من الضواحي. في إطار ملاحقتها لفلول العصابات الإرهابية المجرمة، وحدة من قواتنا المسلحة الباسلة تعثر على أحد الأنفاق في أحد الأبنية في منطقة القابون بدمشق. كما تلاحظون هذا النفق يتفرع إلى أكثر من اتجاه. قامت قواتنا المسلحة الباسلة بإغلاق هذه المداخل المتفرعة عن النفق. هذا النفق كان يحوي على بعض العبوات الناسفة، لكن قامت وحدات من جيشنا الباسل بتفكيك هذه العبوات. كما تلاحظون أيضا هذا النفق مزود بأسلاك كهربائية للإنارة، بالإضافة لبعض فتحات التهوية. في إطار قيام وحدة من وحدات الجيش العربي السوري بتنظيف الأبنية السكنية في حي القابون من العصابات المسلحة وتطهيرها من العبوات الناسفة، وتم العثور على نفق بأحد الأبنية. طول هذا النفق بحوالي 400 متر، يمتد من المنطقة الصناعية مرورا تحت الأستراد الدولي وصولا إلى منطقة القابون. مواصفات النفق: الأرض بحدود المتر ونص، ارتفاع مترين مترين وعشرين، العمق تحت الأرض من 6 إلى 8 متر. كان معكم مراسل الإدارة السياسية، القابون دمشق.